زي النايترات توليرانس، هي انه يبطل الجسم يستفيد على نفس الدوز اللي ماشي عليها. في خيار اعلي دوز، بس قبل ما اعلي الدوز في شغله ممكن نعملها اسمها نايترات فري انترفال. هي كالتالي هلا لو انا قلت انه المريض دي بدنا نعطيه نايتريت، مثلا قلت له خد نايتريت، اول ما وصفت له النايتريت الزوزوربات داي نايتريت مثلا او مونو داي، خلينا نحكي داي، قلت له مثلا 20 ملي جرام 1/3. دائما اي مره يعني اي ريجيمن تنعطى 1/3 معناها شو؟ افري 8 اورز. هيك مفهومه لما احكي 1/3 اي شيء 1/3 يعني كل 8 ساعات. يعني باجي بحكي له عمو انت تاخذها حبه، بقول لك انا بصحى من 7 الصبح مثلا، بقول له 7 الصبح. طيب الجرعه الثانيه متى؟ يعني اذا افرض هلا انا بدي اعطي نايتريت 7 و8 ساعات قديش بيطلعوا؟ 3 بي ام 3 العصر بده ياخذ الجرعه الثانيه، وثلاثة بعدين بتصير 11 بالليل. هاي هذا الطبيعي، هاي هيك كل 8 ساعات، 7 الصبح 3 11 او نحكي 8 4 12 يعني حسب. المهم بينهم 8 ساعات، هذا ايش؟ الريجولر. هذا بنحكي ريجولر every 8 hours. every 8 hours for 8 hours كل 8 ساعات. طيب لحتى اعمل نايتريت فري بيريد شو بصير نعمل؟ بصير ياخذ الحبه الاولى 7 اي ام، الحبه الثانيه 12 ميد داي، والحبه الثالثه 5 بي ام. تمام ركزوا معي، الحبه الاولى 7، الحبه الثانيه بدل ما ياخذها على 3 العصر بصير ياخذها على 12 الظهر. قديش بينهم هدول؟ 5 ساعات. والحبة الثالثة بدل ما ياخذ 11 بالليل بياخذها 5 قبل المغرب، هدول برضو بينهم 5 ساعات. تمام؟ فأنا ايش عملت؟ قربت الدوزات على بعض، بدل ما يكون بينهم 8 ساعات هدول التنتين بيكون بينهم 5 ساعات. طيب هلا بدي أسأل السؤال التالي، بين الساعة 5 العصر باليوم الأول والساعة 7 الصبح لليوم الثاني موعد الجرعة الثانية، من 5 العصر ل 7 الصبح على كم ساعة فيه؟ 14 ل 5 بالضبط، 5 ل 5 الصبح، بعدين ساعتين 14 ساعة. ممتاز 14 ساعة. دول ال 14 ساعة في 8 ساعات بدهم يشتغل لهم حبة 5 العصر، وبضل كمان في 6 ساعات من غير نايتريت في الجسم. مرة تانية، حبة التس 5 العصر بدها تشتغل 8 ساعات. طيب 8 ساعات 14 ناقص 8 بضل 6 ساعات، هدول ايش؟ نايتريت فري بيريود. هيك جاي المبدأ، انه في 6 ساعات بالجسم ما فيه نايتريت، 6 ساعات قبل ما تيجي جرعة 7 الصبح من تاني يوم، زي كأني انا عملت واش اوت من النايتريت من الجسم، فبيجي الريسبتر بدور على النايتريت ما بلاقيه، بيجي متشوق للجرعة لتاني يوم، تبعت تاني يوم متشوق لها، فبتصير يشتغل. تمام؟ يعني شو هدف النايتريت فري بيريود؟ اني اخلي في فترة من اليوم بالجسم ما فيه نايتريت. انا لو ضليت اخذها كل 8 ساعات رح يضل كل ما ينزل النايتريت اعطيه جرعة، كل ما ينزل النايتريت اعطيه جرعة. بس انا هون اذا الجرعة بين الخمس وتاني يوم 7 الصبح في 14 ساعة. 8 ساعات بتغطيها اخر جرعه وبضل في 6 ساعات زياده بدون نايتريت. هاي اجى كلمه مبدا نايتريت فري انترفال. تمام، هاي النايتريت فري انترفال عشان الريسبتر يعني ايش يرجع يتحسس للنايتريت بشكل افكتيف. اوكي، لو كانت الجرعه مثلا 1/2 مريض 1/2، يعني تتذكروا انتم بهذا الجدول في كثير جرعات من النايتريتس، بدي اذكركم بس الداي نايتريت بنعطى كل 6 ساعات 1/4،
الـ sustained release من الـ dinitrate كل 8 ساعات يعني 1 by 3 أو كل ساعة 12 ساعة يعني 1 by 2 يعني عندي من 1 by 2 1 by 3 1 by 4 يعني في كتير جرعات. نفرض أنا يعني أنا أعطيت مثال لأشهر جرعتين اللي هم 1 by 3 1 by 2. نيجي للـ 1 by 2. الـ 1 by 2 الطبيعي ياخذها 7 الصبح وإيش؟ 7 بالليل. هيك الطبيعي. وبينهم كم ساعة؟ 12 ساعة. هيك الطبيعي. شو باجي احكي له؟ عمو بدك تصير تاخذها 7 الصبح 12 الظهر مدي. طيب من 12 الظهر لتاني يوم 7 الصبح كم ساعة؟ جاوبوني. من 7 من 12 الظهر لتاني يوم 7 الصبح 12 ل 12 بالليل هاي 12 ساعة وسبع ساعات 19 ساعة. 19 ساعة من هدول ال 19 في 12 ساعة بدها تشتغلهم هاي الحبة 12 ساعة الأصليات بدها تشتغلهم الحبة الثانية. قديش بضل؟ بضل 7 ساعات. هدول السبع ساعات نايتريت فري بيريود، بضل الجسم بدون نايتريت لمدة 7 ساعات على الأقل. طبعا مفهوم الكونسبت انه انا الدوزات بجمعهم مع بعض بالبداية النهار وباقي النهار بضل من غير نايتريتس، فبيجي الريسبتور ما عنده نايتريت تربط عليه فبرجع مع الوقت يتحسس بطريقة افكتيف للدواء وبرجع بيشتغل. طب شو رأيكم لو كان اصلا باخده 1 باي 1؟ لو اصلا كان بياخد النايتريتس 1 باي 1 شو الحل؟ كل 24 ساعة. إيش هو؟ كل 24 ساعة تظهر. من وقت 7 ساعات. هو أصلاً كل 24 ساعة بياخذ هاي الضياء، يعني هو بياخذ الحبة 7 الصبح، ثاني يوم بياخذها 7 الصبح، ثالث يوم 7 الصبح، فهو أوريدي كل 24 ساعة. لا مش أنا اللي حكيت، أنا كنت دخلت الدكتور بعد ال 24 ساعة بتركها، بس مش أنا اللي حكيت. يعني أنت قصدك every other day؟ every other day يعني يوم او يوم لا. ممكن هذا خيار، ممكن هذا خيار انه يوم بياخذ الحبه واليوم الثاني ما بياخذها، اليوم الثالث بياخذ الحبه، ممكن هذا خيار. وممكن خيار ال1 باي 1 اني ايش اعلي الجرعه، اعلي الجرعه، وهذا الخيار الافضل مشان الادهيرنس. بديش يعني اليوم مثلا ما بياخذ فيه الحبه بعدين ينسى هو انا اخذت الحبه وانا ما اخذتش الحبه، فممكن هذه خلي تبعت ال1 باي 1 لأن هي كلها حبة في اليوم إنه إيش أعلي الجرعة. لما بتعلي الجرعة طبعاً اللي في كسب تزيد. تمام يا جماعة؟ one by one خيار ممكن إني أعلي الجرعة. طيب هذا تعريف النايتريت فري بيريود. رانولازين حكينا عنه، الدواء ما حكينا عنه صح ولا حكينا؟ حكينا عن رانولازين. آه ما حكينا، ما حكينا. رينولازين مبدأ عمله مش كلير، الميكانيزم اوف اكشن نت كلير، مش كتير واضح مبدأ عمله، بس السجستد ميكانيزم انه هو بيعمل فري فاتي اسيد اوكسيديشن انهيبيشن، يعني بيمنع الاوكسيديشن اوف فري فاتي اسيد. طب لما بيمنع الاوكسيديشن بيقلل الاكسجين كونسمشن، يعني استهلاك الاكسجين بيقل، يعني هذه سجستد ميكانيزم مش اشي 100% مؤكد. بليس ان ثيرابي متى بستخدم رانولازين؟ شوفوا اكتبوا على بليس اوف ثيرابي كومبينيشن، يعني ممنوع ينعطى لحاله، كومبينيشن ثيرابي وذ املودبين، يعني الدراسات درسته مع الاملودبين مش كل السي سي بيز، املودبين فقط. يعني لو بالخيارات انا كتبت لكم رانولازين زائد فيرا بعمل غلط، خلاص ما دام مندرس مع الاملودبين بنضلنا موجودين مع الاملودبين. اندرس مع كل النايتريتس كلياتها ما بتفرق، ومع البيتا بلوكرز اي واحد ما بيفرق، بس بالسي سي بي درسوه مع الاملودينين. اذا هو بنعطى كومبينيشن، هل يعطى لحاله؟ لا. اذا ما اخذ المريض املودينين او اي واحد من النايتريتس او من البيتا بلوكرز ونات ويل كنترولد بروح بعطي معهم الرانولازين. اصلا تتذكروا هون ممكن يكون اذا بتتذكروا هاي الرسمه
كنا عم نحكي المونوثيرابي الأولوية للبيتا بلوكر، بعدين كومبينيشن نضيف سي سي بي أو نايتريتس على البيتا بلوكر، بعدين ممكن نوصل لمرحلة تريبل، هاي بيتا بلوكر وسي سي بي ونايتريتس ونانت كنترول، بعدين ممكن إيش كونسيدر رانولازين، يعني ممكن ينضاف رابع على كل الأدوية، بس المهم ما بينعطى لحاله. دوزاته بتيجي 500 باي 2، الماكسيمم دوز 1000 باي 2. شو ممكن يكون عنده سايد افكتس؟ ديزنس، هيديك، كونستيبيشن، وممكن نغير شوي بالاي سي جي، تخطيط القلب ممكن يعمل تشينجز. بس بالسايد افكتس في شيء اسمه هايبوتنشن؟ لا، وهو هذا ممكن نستفيد منه انه بالمره ما بياثر على البلد بريشر نهائي، ميكانيزم تبعه ما بيعمل فيزو دايليشن وبالتالي ما بياثر على البلد بريشر. فإذا عندي مشكلة هاي بوتنشن رانولازين خيار، تمام؟ كنت إنديكيشن تبعته سيفير هيباتيك ديسفانكشن لأنه بيأثر على الليفر، فإذا عنده سيفير هيباتيك ديسفانكشن ممنوع أعطيه، يصير لي أكيوميليشن في الجسم. قلنا بيأثر على هاي تروسيت دي بوينتس، هاي شيء بالإي سي جي، وبالتالي إذا في دواء تاني بيأثر على الإي سي جي ما بنعطيه. كونكر الثيرابي والسيب 3A4 انهيبيترز، إذا في دواء تاني بيعمل سيب 3A4 انهيبيتر انهيبيشن ما بحب أعطي هذا الدواء معه اللي هو رانولازين. فإذا بانتهاء رانولازين الأربع أشهر أدوية اللي هي أنتي أنجينا المين لبيتا بلوكر وهي الأولوية لها سي سي بي نايتريتس ورانولازين. في أثر أنتي أنجينا الثيرابيز مش كتير مستخدمين بس موجودين للإحتياط، إفابرادين هذا المرأة معنا بالهارد فيلير، مبدأ عمله نفس مبدأ عمل البيتا بلوكر، بيعمل براديكارديا وبالتالي بيقلل الأكسجين كونسومشن لأنه بيقلل الهارد فيت. إذا بدي أستخدمه نستخدمه بالناس اللي عندهم ستيبل أنجينا زائد هارد فيلير، تمام؟ هل بيأثر على البلد بريشر؟ لا، بس بيعمل براديكارديا وبالتالي ممكن أستخدمه بالناس الهايبوتنسيف. يعني هلا الناس اللي عندي مشكله بالضغط تبعهم انهم واطي ضغطهم بقدر استخدم رانولازين، وهي بقدر استخدم ايفابرادين. بس ايفابرادين عشان استخدمه في شرط انه يكون عنده مع الستيبل انجينا هارت فيلر، اذا ما عنده هارت فيلر ما بنستخدم الايفابرادين. هاي واحد. دواء ثاني برضه انتي انجينا اللي اسمه ترايميتازيدين، برضه هذا بيعمل انهيبيشن اوف فاتي اسيد اوكسيديشن، يعني بيشبه مين؟ بيشبه الرانولازين، وكونه بيشبه الرانولازين برضه بيستخدم بالهايبوتنسيف بيشنتس لانه ما بيأثر على الضغط. ترايميتازيدين برضه الشيء كويس فيه انه بيحسن الاكسرسايز توليرنس، يعني ممكن يصير المريض باستخدام هذا الدواء انه يعمل اكسرسايز بدون ما تصير عنده سيمبتومز. ثالث دواء اسمه نيكورانديل، هذا مش موجود بكل الدول، موجود بعدد من الدول. شوفوا شو مبدأ عمله، بوتاسيوم شانل اكتيفيتر، يعني بيعمل ارتيريال اند فينوس دايليتر. طيب كونه بيعمل فينوس اند ارتيريال دايليتر بيأثر على البلد بريشر؟ هل يؤثر؟ دكتورة بيأثر. ايوه بيأثر، اذا ما بنستخدمه بالهايبوتنسيف. ها اكتب لكم اياها، نوت يوزد patients. يعني مين اللي بكل الأدوية اللي درسناها هلا اليوز بالهايبوتنسيف؟ مين؟ ثلاثة، رانولازين، يعني إذا بدكم بكتب لكم إياها، هاي هايبوتنسيف هايبو patients اللي ممكن استخدمهم رانولازين لأنه ما بيشتغل على البلد بريشر ما بيأثر عليه، والثاني مين؟ إفابرادين إنه ما بيعمل هايبوتنشن، وتراي ميتازيدين. هدول مينلي سايد إفكتس ما بيعملوا هايبوتنشن، فممكن ينقذونا في مواقف معينة.
هيك بنكون خلصنا الانتي انجينال ميديكيشنز. لنحكي كلمتين عن الفيزو بروتكتيف ايجنتس اللي هم انتي بليتلت ستاتنز والاس اور ار والبيتا بلوكر. طبعا حكيناها بالانتي انجينال. الاسبرين اجمالا اذا بنستخدمه بنستخدمه بالانتي بليتلت دوز. الانتي بليتلت دوز هي من 81 ل 325، هاي ذا رينج. بس الدوز الاكثر استخداما موجوده بس هي 100 ملي جرام، وهي اوريدي من ضمن الرينج. هلا اذا مريضنا بيعاني من جي اي بليدنج او جاستريك السر، في خطوات لازم اعملها. اذا مريضي بيعاني من جاسترو انتستينال بليدنج او جاستريك السر، شو بنعمل؟ اول خطوه بوقف الاسبرين. يعني افرض هو ماشي على اسبرين وفجاه صار عنده جي اي بليدنج او صار عنده جاستريك السر، اول خطوه بوقف الاسبرين. ثاني خطوه بعالج الجاستريك بليدنج والجاستريك السر، شود بي تريتد. اوكي، ثالث خطوه برجع الاسبرين بدوزه 81 ملغ او 100، مش مشكله. هي ال 81 موجود عندنا بالسوق، مين بيشتغل بصيدليات؟ ال 81 موجوده موجوده؟ موجوده بس مش مستخدمه كثير، يعني نادرا تجيبوها. يعني موجوده ولا مش نادرا؟ معناها موجوده ولا مش موجوده؟ يعني لو رحت لأي صيدلية قلت له بدي أسبرين 81 بلاقي؟ والله أنا الوالد كان عنده 81، يعني كان نجيبها قبل 3 أشهر كان موجودة. يعني هو الأفيلبل بالسوق 81 أو 100 بلس بي بي آي، لازم ناخد بي بي آي زي الأوميبرازول، لانزوبرازول، إسوميبرازول، هاي أنتوا بتعرفوهم. إذا مرة تانية، إذا مريضي مكان ماشي على أسبرين وصار عنده جي آي بليدنج أو جاستريك ألسر، شو بعمل؟ أول إشي شايفين؟ بوقف الأسبرين، بعالج الألسر أو البليدنج، برجع الأسبرين زائد بي بي آي، يعني زائد البروتون بامب إنهيبيتر. تمام؟ هلا متى بنعطي كلوبيدوجرا البديل للأسبرين؟ إذا عندي أسبرين أليرجي. ممكن يكون مريض عنده اسبرين اليرجي، اذا عندي اسبرين اليرجي بوقف الاسبرين بعطي بداله مين؟ كلوبيدوجريل. اوكي؟ ثاني استخدام للكلوبيدوجريل كومبينيشن وذ اسبرين، حكينا متى؟ اذا واحد مركب ستنت، اذا اي حدا ركب شبكه بطلعه على كلوبيدوجريل زائد اسبرين، بعد 6 اشهر بوقف كلوبيدوجريل بضل ماشي على الاسبرين طول حياته. هذا بالنسبه للانتبليت. طيب الستاتين شو رايكم من غير ما نقرا هدول المرضى شو لازم ياخذوا؟ اي نوع من الستاتين؟ المفروض هاي دكتور المودريت. ايوه ممتازين، هدول ستيبل انجينا يعني كلينيكال اي اس سي بي دي، فلازم ياخذوا هاي انتنسيتي ستاتين. الا شغلتين، مين مش لازم ياخذ هاي انتنسيتي ستاتين بهدول الجروب؟ الكبار، بالعمر ممتازين، او اللي طلع هاي انتنسيتي صار عنده سايد افكتس بننزل لمودريت انتنسيتي ستاتين. يعني انتم بدكم تصيروا هلا تربطوا الامور ببعض. يعني انا اذا بدي اجيب سؤال بده سؤال يربط اكثر من تشابتر، فبدكم بتكونوا مصحصين نربط ديسليبيديميا مع الاسكيميك هارت ديزيز كله مع بعضه. فهيو كل البيشنس لازم ياخذوا هاي انتنسيتي ستاتنز ريجاردلس ليبيد بروفايل. هاي انتنسيتي ستاتن، هاي انتنسيتي ستاتن ان اول بيشنس، اول بيشنس. بس بدنا نضلنا متذكرين اكسبت الايج اللي فوق علشانكم تضلكم متذكرين 75 اور سايد افكتس. اس اور ار مبدا عملهم قلنا احنا انه هم بيعملوا انتي اوكسيدنت، عندهم كارديو بروتكشن. حكينا احنا انه السموكينج والديابيتس والالكوهول بيعملوا اوكسيديشن للومن من جوا، فبصير خشن، فتجمع الليبيدز فيه بصير اسرع. وجد دراسات انه الاس اور ار بتقلل هذا الاوكسيديشن وبالتالي بيحسن الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز، وبالتالي كل المرضى الستيبل انجاين سواء كان عنده
دايابيتس او ما عندوش دايابيتس، عنده فنتريكل ديسفانكشن او ما عنده، عنده ام اي هيستوري او ما عنده، كلهم لازم نعطيهم اس اور ار ان اول بيشنتس فيرست لاين ثيرابي. هلا في حد صار عم بحكي لك الترناتيف، في ناس بقول لك يعني زيت السمك كويس، التوم منيحه، الفوليك اسيد، انتي اوكسيدنز، فيتامين زي فيتامين سي واي. لهلا هدول، وفي ناس بقول لك مثلا انه ليش ما نعطي الفيميل لما بتكبر الهرمونات هاي المنيحه، الهرمونات السكس هرمون اللي هو الاستروجين، تمام. هاي الاشياء درسوها العلماء بس ما اثبتت البنفيت تبعها بشكل قوي زي لما نحكي اس اور ار اور اسبرين اور ستاتين، تمام. هاي الاشياء اندرست بس ما اثبتت هاي ريكومنديشن، يعني الدراسات نتائجها كانت متفاوته، مش كلها اتفقوا على نفس النتيجه، وبالتالي الطبيب او المعالج ما بيعطي المريض هاي الاشياء، ما بيجبره انه لازم تاخذ فيش اويل، لازم تاخذ انتي اوكسيدنت، لا ما بنعطيها، ما الريكومنديشن مش انه يعني هيك نيوترال، لا تعطوها ولا ما تعطوها. وبالتالي انا كطبيب ما بعطي لمرضاي شيء مش ريكومندد. بس اذا اجاني المريض مثلا قال لي انا حابب والله امشي على كورس فيتامين سي، بقول له عادي ما في مشكله، خذ اذا انت حابب، او باخذ فوليك اسيد، او باخذ هذا حبوب التومه، او في ناس بيحب يمشي على زيت السمك، ما عندناش مشكله، هاي تعتبر ايش اشياء طبيعيه، يعني احنا عادي الهيلثي ممكن نمشي على زيت سمك، وفي ناس بيحبوا يمشوا على حبوب الجارليك، وفي ناس بيحبوا يمشوا على فيتامين اي او سي، صح؟ فهذا ما عندنا مشكله فيهم لانه هذول ناتشرال برودكتس. بس هرمونات وكليتنج ثيرابي وهدول هذا ممنوع ناخده نهائيا. بس هاي الاشياء الاولى الاربعه اللي بالاحمر اذا بده ياخذها المريض لحاله ياخذها، بس انا ما بجبره ياخذها، تمام. فاذا بدنا نختصر اي بي سي دي، اي كل المرضى لازم ياخذوا اسبرين، اي كل المرضى لازم ياخذوا انتي انجينال ثيرابي، بي كل المرضى لازم ياخذوا بيتا بلوكر الا اذا في موانع طبعا، وكل المرضى لازم يكون بلدي بريشر تبعهم كنترولد، سي كل المرضى لازم ياخذوا كوليسترول ثيرابي يعني ستاتين، ونعملوا سيجاريت سموكينج سيسيشن، دي معناه يمشوا على دايت ونعمل كنترول للدايابيتس اذا موجود، واي معناها اديوكيشن اند اكسرسايز، وحكينا الاكسرسايز بناكد انها از توليريتد، يعني المريض بصير مصطرة حاله اذا حاس انه بيقدر يعمل اكسرسايز يعمل، اول ما بتعب برتاح وبوقف الاكسرسايز. اخر نقطه بهذا التشابتر بدنا نحكيه اللي هو ميكانيكال ريفاسكولاريزيشن، متى بضطر اروح اعمل سيرجري لمريضي اللي عنده مشكله اسكيميك هارت ديزيز. سيرجري ريفاسكولاريزيشن اني ارجع البلد فيزل في بلد فلو طبيعي زي قبل، او يعني احسنه قدر الامكان. الناس بقول لك ماني بيشنتس الاغلب بصيروا ستيبل على الفارماكولوجيكال ثيرابي، يعني على الميديكيشنز، طب هذا شيء كويس، ولكن في نسبه قليله من الناس بصيروا ريفراكتوري. تذكروا انتوا برضو نرجع لنفس البسمه حكينا هون انه ممكن المريض يمشي على مونو كومبينيشن وتريبل وبضل ريفراكتوري، هي ريفراكتوري سيمبتومز، طب شو بدي اسوي له هذا ريفراكتوري؟ ممكن نضيف له لانه لازم دواء رابع، طب وبعدين ممكن ضل ريفراكتوري، ساعتها بدي اعمل كونسيدريشن للسيرجري، ممكن اتدخل جراحيا. هلا التدخل الجراحي هو مقسوم اسمين، يا بعمل قلب مفتوح اسمها كبج، كبج سي يعني كورونري، اي ارتري، بي باي باس، جي جرافت سيرجري، قلب مفتوح اوبن هارت سيرجري. او من التدخل الجراحي اني بدخل بعمل شبكه، بعمل شبكه انجيوبلاستي بي تي سي اي بيركاتانيوس ترانسلومينال كوروناري انجيوبلاستي بي تي سي اي، اوكي. طبعا اختار قلب مفتوح ولا اختار الشبكه؟ طبعا كل ما رحت للشبكه اهون. تذكروا انتم هون لما شرحت لكم قلت لكم القسطره اساسها ايش؟ تشخيصي، اذا حسيت في مشكله ممكن تكون علاجي، اذا بتتذكروا لما شرحنا وقت الدياجنوسيس، وقلت لكم وقتها انه المريض بيكون صاحي وبدخل كاثيتر هون عبين لا اوصل لمنطقه التسكير، وبعدين بشوف في تسكير ولا لا، وقديش كميته او قديش نسبته.
فالمريض بيكون صاحي بالشبكة، يعني ما بيكون بخوف الشبكة. ولكن القلب المفتوح هاي قصة، هاي القلب المفتوح بده يكون جنرال أنستيزيا، تخدير عام، وبدك دكتور إكسبرت، وبدك يكون العملية بتطول 6-8 ساعات، وبدك يكون مريض بتحمل العملية وما فيش عنده ديزيزز كتير، وبتحمل تخدير لفترة طويلة. يعني هذا القلب مفتوح كتير بخوف. عشان هيك قبل لا يقرر الدكتور هو بده يعمل له قسطرة ولا يعمل له قلب مفتوح، في شروط. متى بروح للقلب المفتوح اللي هو الكبش؟ القلب المفتوح بقول لك إذا الارتري ميجر كورونري ارتري از انفولد. بدي اذكركم بس بشكل القلب، هاي شكل القلب، هاي الاورطة، هذا اكبر ارتري في الجسم طالع منه، شايفين هاي واحد وهي اثنين، واحد اثنين. اكبر تو كورونري ارتريز هدول هم هاي الرايت كورونري ارتري والليفت مين كورونري ارتري، هدول اثنين اكبر تو ارتريز كورونري اللي بغذوا القلب. فبقول لك الجملة إذا الميجر كورونري ارتري هو الانفولد، لا بده قلب مفتوح. إذا التسكير جاي على الأكبر شريانين كورونري كنتاجي، معناه كورونري كنتاجي، أكبر شريانين التسكير واحد منهم أو التنين، لا ساعتها بدنا قلب مفتوح صراحة. بس إذا التسكير جاي مثلا هون بالصغير، لا هذا السنت بتسلكه. مرة تانية بشوف إذا التسكير جاي بالكورونري ارتريز الكبار، هدول الفرعين الكبار كبار المنبع، يعني زي ما نحكي ساعتها الكبش هي الأساس. إذا التسكير جاي بالكورونري ارتريز صغير ستنت بتسلك، هاي أول شرط. إذا شايف ميجر كورونري ارتري is involved، يا الرايت كورونري ارتري أو الليفت مين كورونري ارتري. تاني شرط للكبش إذا في عندي أكثر من 3 فيزل انفولفمنت، يعني إذا الصغار في وحدة أوكي بنسلكها بستنت، تنتين بنسلكهم، بس افرض في 4-5 لا هيك بزبطش، بركب 5 شبكات في القلب، لا ساعتها بعمل قلب مفتوح. تمام؟ إذا في عندي أكثر من 3 فيزل انفولفمنت ساعتها شو بعمل؟ قلب مفتوح. هاي شرطين الكبش. وبالتالي إذا عندي أقل من 3 فيزلز بروح على ستنت، إذا عند ما الميجر كورونري ارتريز مش انفولف بروح على الستنت اللي هم البي تي سي. طيب شو في عندنا انواع من البي تي سي؟ عندي 3 انواع. اول شيء بالونينج. شو هو البالون؟ باجي جوا الكاثيتر بدخل بوصل عبين لا اوصل للقلب. افرض بالقلب هاي هون، هاي الرسمه، وصلت لقيت في هون تسكير. باجي هاي القسطره، هاي ابره القسطره، وهي هون في بالونة ملزق فيها. تمشي الإبرة عبين ليجي البالون بمنتصف إيش؟ التضيق. بيجي البالون وهو منفس، يعني بحكي لكم أنا بلغة عامية عشان تفهموها شوي. فبتيجي الإبرة بتمشي بنص التضيق عبين ليجي البالون بمنتصف التضيق. ساعتها بدي إيش بساوي؟ بنفخ البالون. بنفخوه. لما بنفخ البالون شو بصير بهدول الأطراف اللي هي الأثيروسكليروتيك بليك؟ بتوصلها كومبريشن، بترجع لورا، يعني بدل ما هي نافخة زي هيك وعاملة تضيق، إيش بصيرها كومبريشن؟ بتنضغط. كيف أنت لما بتضغط على السفنجة؟ إيش؟ بتنضغط. فبصير موجودة، ما رح تروح، بس إيش بتصير؟ بصير كومبريست، فبيفتح اللومن، بلد فيزل بيفتح. فهون بدل ما هي نافخة ومسكرة 80% وبس ضايل 20% بيمشي فيه البلد، لما بيجي البالون وبنفخ وبعمل كومبريشن بيضغطهم لورا هيك بوسع، فبصير تقريبا 80% فاتح و 20% مسكر بالأثيروسكليروتيك بليكس. طبعا البالون لما بنفخه بيضغط برجع بنفسه وبسحبه، ما بضل بالجسم. البالون إذا بحطه بمنتصف التضيق، بنفخه، بعدين برجع بنفسه وبطلعه، فبيصير اللومن مفتوح. هذا طريقة شغل إيش؟ البالونينج. واضح البالونينج يا جماعة؟ واضح؟ تمام.
طيب إذا أول طريقة بالستنت إن أحط بالون، بالون بنفخه بضغط جوانب بصير فاتح البلد فيزل، بعدين بنفسه بطلعه من الجسم. ثاني نقطة أو ثاني طريقة إني أركب شبكة معدنية ميتاليك، شبكة معدنية هيها، برجع نفس الخطوات اللي هناك، باجي بالكاثيتر وباجي بهاي الشبكة المعدنية بحطها بنص التضيق. هاي إيه؟ هاي ستنت إنسيرشن، الشبكة حطيتها بنص التضيق. بعدين هاي الخطوة اللي وراها بنفخ الشبكة، هناك نفخنا البالون، هون نفخنا الشبكة، الشبكة بتنتفخ، هي بتتوسع وبتنتفخ الشبكة، تمام؟ هاي ستنت إكسبانشن. هلا الفرق الثالث، الفرق بينها وبين البالون اني انا ما بسحب الشبكه، بتضلها موجوده بالجسم، عشان هيك الميتال الموجود هو بيكون بايوكومباتبل، بايوكومباتبل يعني اشي ما يؤذي الجسم. فهذا ايش بعمل؟ ستنت اكسبانجن، بنفخ الستنت. لما بتنفخ الستنت بتضغط زي ما حكينا نفس مبدا البالون، بتضغط على اطراف الاثيروسكليروسيس وبيفتح البلد فيزل. هلا النقطة اللي بيفرق ان انا بتضلها الستنت موجودة ما بطلعها من الجسم، عشان هيك بقول لك مركب شبكة، بركب شبكة يعني ضلت الشبكة موجودة، تمام؟ هلا في ناس للأسف مع الوقت هاي الشبكة بتسكر، او ها مع الوقت الجسم بتعرف انه هاي الشبكة شيء جسم غريب، جسم غريب بالجوا داخل الجسم. هذا ايش وقام طلع ودخل ليش؟ اوكي تفترض انه الشبكه، او باي جاد ايش صاير هون؟ ما علينا، بيفترض هون في يعني في اجسام معينه، بيفترض انه الشبكه هذا جزء خفي، جزء غريب من الجسم، فممكن ايش يحفز الاميون سيستم يجي بده يطرد هذا الجسم الغريب، تمام؟ فهذا اجى مبدا العمل النوع الثالث من الستنت، دراج اليوتينج ستنت. هاي الدراج اليوتينج ستنت هي شبكه موجود جواها سايرولومس كيموثيرابي، هيك بنسبه خفيفه. اذا اجى الجسم بده يهاجم هاي الشبكه ويسكرها ويطردها من الجسم، تيجي السايرولومس بقلل الاميونيتي. يعني هاي الديتيلز مش ضروري تفهموها، انا بدي اياكم تفهموا ثلاث شغلات. الستنت عندي ثلاث انواع، بالونينج وميتال ستنت اللي هي بس ميتال، دراج اليوتينج هي ميتال ستنت زائد دراج. وبدي اياكم تعرفوا معلومه ثانيه، انه الدراج اليوتينج ستنت اقوى من الميتال ستنت، والميتال ستنت اقوى من البالونينج. يعني الريسك انه تسكر يرجع البلد فيزل يسكر بالبالونينج اعلى من الميتال ستنت، والميتال ستنت اعلى من الدراج اليوتينج ستنت. انه ايش تسمعوا انتوا، ركب شبكه ورجع البلد فيزل سكر، في ريسك انه البلد فيزل يرجع يسكر حتى لو انه مركبين ستنت. واضح يا جماعه الستنت والبالونينج؟ هون عم بشرح اي دكتوره. طبعا هون لما نقول ستنت هي عم بحكي لك انه الانتي بليتلت لازم يكون ديول، انه ياخذ اسبرين زائد كلوبيدوغرل، المدام مركب ستنت بعد ست شهور بنوقف كلوبيدوغرل، وايش بصير؟ هاي هاي بي تي سي اي، هاي شرح البي تي سي اي، بي تي سي بعد ست شهور بوقف كلوبيدوغرل وبضل ماشي على الاسبرين لونج لايف. هاي الدراج اليوتينج ستنتس امبريجنيتد، يعني فيها لو دوز من الميديكيشن زي باكليتاكسل سايرولمس، هدول بيقلل الاميونيتي وبالتالي بيمنعوا ريستينوسيس، بيمنعوا انه هاي الستنت تسكر مره ثانيه. هدول الستنت. اخر شيء بدي احكيه اللي هو الكبج اللي هو اوبن هارت سيرجري، شو بيعملوا هدول؟ بياخذوا من الفخده او من القدم من تحت باخذوا فين اسمه سافينس فين، هذا الفين بيقصوه من الرجل. نشوف مشان هيك هيك العمليه بتطول، هاي الاوبن هارت سيرجر. شوفوا شو الخطوات،
على فكره باي ذا واي هدول كل الميكانيكا ريفاسكولاريزيشن انا ما بسال عنهم، بس بحب احكيهم للمرضى للطلاب على اساس يعني من باب العلم بالشيء، بس انا ما بسال عنهم بالامتحان. بس لما تسمعوا قلب مفتوح على الاقل تكونوا فاهمين شو بيعملوا، اذا سمعتوا ركب شبكه تكونوا يعني على الاقل يعني شوي فاهمين الموضوع. بيجي بقصوا فين من الرجل اسمه سافينس فين، شو بتساوي؟ هي من اسمها كوروناري بايباس. بايباس يعني ايش؟ يعني تحويله هيك انت لما تكون الطريق مسكره بالشارع بيعملوا الناس تحويله. فهذا ايش بقول لك؟ هون في عندي بلاد كلوت، في تسكير بالقلب، فباجي بقص من الرجل فين وبحط الفين بشبك قبل وبعد الكلوت، يعني بعمل زي تحويله. مره ثانيه بقص فين من الرجل وبحط اوله، يعني هو بيكون قطعه صغيره، بحط اوله بعد الكلوت والطرف الثاني بالاورطه دغري. فبيجي الاورطه لما بده يضخ دم بيروح بضخ من بعد الكلوت، شايفين؟ يعني ما بستنى يدخل من مثلا رايت كوروناري ارتري، ما هي مسكره الرايت كوروناري ارتري. لاحظوا انا قلت لكم بالكبج لما يكون في مين كوروناري ارتري، هي هذا الرايت وهي مسكر. فباجي باخذ هذا الفين من الرجل بحط اوله بالاورطه دغري وبحط الجزء الثاني بعد الكلوت، وهي بفترض المنطقه هاي مش موجوده اصلا، عشان هيك اجى اسمه باي باس تحويله، بعدي عن الكلوت، وهي الكلوت بخليها موجوده ما بدقرها نهائيا. فبيجي كل ما بضخ الاورطه دم تدخل جوا هاي الفينز وبتطلع من المنطقه ما بعد الكوروناري ارتري هذا المين وبغذي باقي القلب. هاي عمليه القلب المفتوح، ما تعرفوا اكثر من اللي انا بحكي. طبعا بده ياخذ انتي بليت للثيرابي بعد العمليه، وطبعا بده ياخذ ستاتين، هذا شيء معروف. هيك بكون انا طبعا بده ياخذ انتي بليت للثيرابي بعد العمليه وطبعا بده ياخذ ستاتين، هذا شيء معروف. هيك بكون انا خلص هذا التشابتر. هدول الثلاث سلايدات بلخص كل الاشياء اللي لازم نعملها. لازم نعمل سموكينج سيسيشن، بلد بلشر كنترولينج، لازم يكون شايفين اقل من 140 على 90 البلد بريشر، بالستيبل هانجينا لازم يكون اقل من 140 على 90. تمام، سيبكم اذا عنده سي كي دي او دايبيتس احفظوا هذا الرقم 140 على 90. ليبيد مانجمنت حكينا عنه، لازم ياخذ هاي انتنسيتي ستاتين، وما دام هاي انتنسيتي ستاتين نتوقع ال دي ال يكون اعلى من 50% اور اقل من 70%، 70 ملي جرام بير ديسيليتر ال دي ال جول. يعني راجعوا الديسليبيديميا شابتر. بنأكد على الفيزيكال اكتيفيتي as tolerated، هيك بكتبها اوكي moderate ولكن as tolerated. هاي مهمة طبعا، اذا عمل هاي الفيزيكال اكتيفيتي اللي هي moderate intensity وما اجتش chest pain احسن واحسن، بس اذا تعب دغري بده يوقف، بده يقلل وزن. إذا هو ديابيتك بده يكون كنترولينج الديابيتس، بده ياخد أنتي بليتلت اللي هو الأسبرين، بده ياخد إيس أور آر. الدستيرون لا انسوكم منه، هذا الدستيرون أنتاغونست بيتا بلوكرز هو دراج أوف تشويس أز أنتي أنجينال، وممكن ياخدوا إنفلونزا فاكسين، هذا برضه مش ضروري تعرفوا إنفلونزا فاكسين. يعني هدول الثلاث جداول ممكن يلخصوا لك كل الميديكيشنز اللي لازم ياخذهم مريض الستيبل انجينا او اسكل كارد ديزيز.